حاجة جميلة، حاجة قلوبنا بتحبها، وحاجة احنا ما نقدرش نعيش في الدنيا بدون روحانيات، ما نقدرش نعيش في الدنيا من غير ربانيات، ما نقدرش نعيش في الدنيا من غير ما نسمع البشريات اللي النبي عليه السلام قالها لنا علشان ندخل جنة، صح ولا لا؟ مستهدفنا الجنة بقى يلوبكوا سواب، احنا مستهدفنا الجنة. حديث جميل جدا جدا، وأدعو كل امرأة مسلمة وكل عبد مسلم يسمع الحديث الجميل ده. حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله سبحانه وتعالى وعد، وعدني ربي أن يدخل من أمتي 70,000، 70,000 هيخشوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. بصوا، ومع كل 1,000 من 70,000، يعني هما 70,000 داخلين اهو، فيجيب 1,000 دي يدخل معهم 70,000 كمان، ويجيب 1,000 دي يدخل معهم 70,000 كمان، وهكذا. شوفوا بقى لدرجة يبقى 70 في 70، 0 0، دي كده 6 7 في 7 ب49. اصبروا بقى، يعني احنا بنتكلم في كام؟ يا 50 مليون تقريبا، 1 2 3 4 5 6 وفي صفر زيادة، يعني بتاع 50 مليون. يا رب. بصوا بقى تكملة الحديث: ثم بصوا كده، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات، بلاش نمثل ولا نشبه، من حثياته، ثلاث حثيات من حثياته. يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى له ثلاث حثيات بيده الكريمة. يا رب بيدك الكريمة تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الله على الدين ده، الله. طب الناس دي ايه بقى؟ كان في حديث عكاشة: يا رب يا رسول الله ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلني منهم، اللي هو يخشوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، لا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. بس يعني ايه؟ يعني نتوكل. انتوا عارفين معنى التوكل يعني ايه؟ يعني يقين تام بالقلب وتسليم تام من القلب لله سبحانه وتعالى لكل امورك، تسليم تام للقلب لربنا سبحانه وتعالى. سلمتك امري يا رب، وكلتك على اموري يا رب، اديتك امر اولادي وحالي ومشاكلي، حلها لي انت يا رب، انت وكيلي يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل، هو ربنا سبحانه وتعالى. ثلاث حثيات من حثياته، يعني عندك 70,000 بغير حساب، ومع كل 1,000 من 70,000 تانيين، وثلاث حثيات. يعني انت عارفين اللي مأثر فيها الحديث ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى يا جماعة كريم، يريد لك دخول الجنة، يريد لك دخول الجنة، يريد لك دخول الجنة، شئت ام ابيت. 70,000 يتوكلون على الله حق. انت عارفين معنى التوكل؟ زي الطيور تذهب الصبح كده في الفجر خماصة، يعني بطونها جعانة، توكل على الله، ثم تعود بطانة رزقهم الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنهم لو تتوكلون على الله حق التوكل لترزقون كما ترزق الطير، تذهب خماصا وتعود ايه؟ وتعود بطانا. فتاني حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 غير حساب ولا سابقة عذاب. صفاتهم دول لما قال عليهم عكاشة: ادعو الله سبحانه وتعالى يا رسول الله يجعلني من، قال لا انت منهم. فواحد قال له: وانا يا رسول الله؟ قال: سبقك بها عكاشة، لا يكتوون ولا يستقون، وعلى ربهم يتوكلون، ان انا مسلمة تام امري، ومع كل 1,000 من 70,000 70,000 وثلاث حسيات بيده الكريمة. بس رب يجعلنا، يعني ربنا يجعلك يا من 70، يا من الحواشي بتوع 70، يا من الحيثيات بتاعت 70، يعني المهم ان احنا نبقى منهم. قولوا امين. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا الامر دوت. فقط عايزه منكم تبقوا ايه؟ فقط نتوكل على الله حق التوكل. يعني ايه؟ يعني يقين تام بالقلب ان ربنا لن يقضي امورك الا الله، ولن يفعل في امورك الا الله، ولا يرزقك الخير الا الله، وان انت بقلبك مسلم قلبك وامورك كلها لله، موكله على امورك، لا معتمد على بشر، ولا معتمد على اسباب ماديه ارضيه دنيويه، ولا معتمد على اي حاجه من الحاجات دي، كلها من الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟